السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. اللهم اكتب لنا الجنة وكل ما نتمنى، يوم موفق ومبارك بإذن الله لنا وإياكم. ما شاء الله، تم تنفيذ بلاط الانترلوك للرصيف. الانترلوك يعتبر احد المنتجات الاسمنتية، متوفر بعدة تصاميم واشكال وايضا الوان مختلفة. هنا على سبيل المثال الاحمر والاسمنتي والاصفر، يعتبر من الخيارات المثالية للارصفة على مستوى المباني السكنية. كما يمكن استخدامه بالاحواش، لكن بالفلل السكنية اعتقد ما في اقبال او رغبة فيه. لكن اذا عندنا مواقف باركينج مساحات كبيرة اعتقد، او مواقف خارجية، فيعتبر من الخيارات المثالية وهو مشاهد في الاماكن العامة. يمكن تثبيته باستخدام الخلطة الاسمنتية كما نشاهد، وهذا هو الافضل في المساحات الضيقة. اما المساحات الواسعة فيتم تثبيته مباشرة على الرمل. عند الرغبة بتركيب الانترلوك للارصفة والمساحات الواسعة باستخدام الرمل، فلا بد من تسوية الدفان بشكل جيد للارضية وفرش رمل ودكه بالرصاصة بشكل مثالي. بعد ذلك يتم تركيب وصف بلاط الانترلوك وفقا للتصميم المعتمد مباشرة على الرمل بدون اي اضافة مثل خلطة اسمنتية وخلافه. اليوم رافقتني شهد، خلصت المدرسة بدري وقالت ضروري أمر معك لو مشروع واحد. في هذا المشروع تم الانتهاء بشكل كامل من الدهانات النهائية لجميع الأسقف وأيضا تحضير الجدران، وذلك بعمل الصنفرة ودهان أساس فقط. بعد ذلك تم عمل الغسيل والجلي لأرضيات الموقع بشكل كامل. الرخام نفذ له المرحلة الأولى اللي هي عملية التخشين باستخدام الجلاية. عملية الجلي للرخام هي حف وجه الرخام من الأعلى باستخدام الجلاية ليصبح وجه الرخام من الأعلى جميعه بمستوى واحد. الآن بعد ما أنهينا عملية الجلي والغسيل للموقع بشكل كامل، يحضر الكهربائي ويقوم بتركيب الأغطية الخاصة بمفاتيح وفياش الكهرباء. للتوضيح، الإضاءة الجدارية وأيضا الانترفون وكذلك مفاتيح الثيرموستات الخاصة بالتكييف، لا يتم هذه الأمور الثلاثة لا يتم تركيبها الآن نهائيا، بل يتم تركيبها لاحقا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران بشكل كامل، ومعها أيضا مكيفات الاسبلت الجداري. لا يتم تركيبها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران. الآن الموقع أصبح جاهز للسكن باستثناء الدهان النهائي للجدران. بتحضر الجهة القائمة بأعمال الدهانات وبيتم تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران وفقا للعينات المعتمدة من قبل المالك. وبعدها يحضر مقاول الجلي ويقوم بعملية التلميع، وهي المرحلة الأخيرة لأعمال الجلي للرخام. في حال وجود أرضيات من الخشب الباركيه، فأيضا بعد الانتهاء من جلي الرخام وقبل السكن مباشرة يتم توريد وتركيب الباركيه للأرضيات، وكذلك ورق الجدران في حال وجوده فيتم تركيبه أيضا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي للجدران. وقتها بإذن الله يكون البيت جاهز للسكن ومنزل مبارك بإذن الله تعالى وعقبال عندكم جميعا. فيما يخص الثريات، بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي للأسقف يتم توريد وتركيب جميع الثريات. ما شاء الله، في هذا المشروع مساحة المبنى ماخذة النسبة العظمى تقريبا من مساحة الأرض، ومساحة الأحواش محدودة جدا. الخزان بيكون في منطقة الحوش، ومع أن مساحة الحوش صغيرة فالخزان جاء تصميمه بشكل حرف L في الزاوية كما نشاهد الآن. مساحة الخزان الطول والعرض بتكون شوي صغيرة، وبيتم تعويض صغر مساحة الخزان بزيادة العمق إلى 4.5 متر. وبهذا الإجراء نضمن توفر كمية كبيرة من المياه وزيادة السعة التخزينية للخزان، وهذا يعتبر هو الإجراء المثالي للأراضي والوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، لأن حجم الخزان مهم جدا. طبعا هذا المشروع ما شاء الله تبارك الله عبارة عن عدد من الوحدات السكنية الخاصة، وثامر الله يهديه ورطنا عطانا المشاريع اللي بالمنتصف. للتوضيح، هذا المشروع وهذا المشروع ما هي تبعنا، فقط احنا مسؤولين عن المنطقة اللي بالمنتصف. ايضا هذا تابع لنفس المشاريع اللي من شوي.
وتم حفر الخزان على شكل حرف L وفقا للتصميم المعتمد، مع زيادة عمق الحفر للخزان ليصبح صافي تقريبا حوالي 4.5 متر، لأنه المبنى مغطي ما شاء الله مساحة كبيرة من الأرض. وبهذا الإجراء نسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه داخل خزانات المياه. دائما خزان المياه لابد أن يكون حجمه يتناسب مع حجم المبنى وطبيعة استخدام وعدد السكان المتواجدين فيه حاليا ومستقبلا. ودائما ينصح أن المياه أو حجم الخزان يكفي لاستخدام المبنى وساكنيه لمدة لا تقل عن 2 أسبوع. المياه القادمة من شركة المياه الوطنية والتي تقوم بتغذية جميع المباني بالمملكة تغذي هذه المباني 2 مرات في الأسبوع بشكل منتظم بإذن الله تعالى. لكن لا قدر الله قد يحدث هناك عطل في أحد توصيلات المياه بالحي أو في المدينة، لا قدر الله، هذا الأمر مستبعد بحول الله وقوته، نظير الجهود التي تبذلها كافة القطاعات في وطننا الغالي، لأنه كما تشاهدون في حال حدوث عطل ولله الحمد في الخطوط الرئيسية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو الشركة الوطنية للمياه، فإنه ولله الحمد يتم إصلاح هذا الخلل دون أن نشعر بأي انقطاع للمياه. لذا دائما أعتقد أنه من التعليمات الصادرة من الأمانة ولتكون مطبوعة على المخططات الرئيسية للمبنى المعتمدة أنه حجم خزان المياه يكفي لسكان المبنى لمدة لا تقل عن 2 أسبوع. هذا ولاعة يجي مزبوط، يعني أحسن من ماكينة حراري. يقوم بعمل تلحيمات لمواسير حراري باستخدام الولاعة، ما عنده ماكينة تلحيم حراري. طبعا هذه الخنزيرة وهي إطار خشب يقوم المقاول بتنفيذه على محيط المبنى من 4 جهات، بعد ذلك يقوم بتثبيت الخيوط وفقا للنقاط والإكسات الموجودة على المخطط. باختصار الخنزيرة هي ترجمة فعلية للمخططات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل دقيق. هذه الخطوط والنقاط تكون بشكل طولي وعرضي، أي خطوط متقاطعة، بموجبه يقوم المقاول بتحديد مواقع القواعد والأعمدة، يعني هي اللبنة الأولى للبناء بشكل صحيح بإذن الله تعالى. إذا المقاول أخطأ في تحديد مواقع القواعد لا قدر الله شيء من القبيل، فإن الخطأ يمتد إلى نهاية المبنى. لذلك دائما نؤكد على أهمية استلام الخنزيرة بعد الانتهاء من تحديد مواقع القواعد وبشكل دقيق. وإذا حضر المهندس الإنشائي لاستلام حديد التسليح للقواعد فإنه من الأمور الهامة أيضا التأكد من مواقع القواعد أنها كل قاعدة في مكانها الصحيح، وأيضا اتجاهات الأعمدة وخلافه. طبعا هذا إذا ما في مهندس مقيم أو متابع للمشروع من البداية، ولا الأصل أنه في هذه المرحلة يستلم من المقاول قبل تحديد مواقع القواعد لأجل صبار النظافة، لأن تعديل الخطأ إن وجد لا قدر الله فسهل وميسر دون الحاجة للتعديل أو التكسير أو تكبد خسائر مادية. من سوالف السابقين واحد يا عمر، فكل شوي يسأل المقاول الخنزير ومتى تدقون الخنزير وهات الخنزير وود الخنزير. يوم جاهم قال وين الخنزير؟ قال هذه هي. قال إيه، والناس مزعجين كل من شافن ها يا أبو فلان دقيت الخنزير، وآخرة كم مخشبة. أنا حسب إن الخنزير إنه البيت قام عظم. فعلا دائما اللي يكون عنده نية عمارة أو بناء فالناس يسألونه بشر دقيت الخنزير، لأنه إذا دقيت الخنزير فمعناته أنه هذه على ما يقول دقيت سلف وبدأت تشتغل بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، تم الانتهاء من ردم الموقع بشكل كامل، والآن تبقى بناء كرسي الميدة. للتوضيح قبل البدء ببناء كرسي الميدة لابد من التأكيد وأهمية تنفيذ الرص والدك للدفان خلال كل مرحلة مع ضرورة ترطيبه بالمياه. الآن يتم ضبط المناسيب من قبل المبلط تمهيدا للبدء بتنفيذ بلاط الانترلوك للرصيف. طبعا البلدورة اللي هي مقدمة الرصيف هذه منفذة وفقا للمناسيب المعتمدة واللي تم رفعها قبل تركيب هذه البلدورة، لكن الآن ما يقوم به المبلط هو ضبط المناسيب بشكلها النهائي ليتمكن من فتح الشغل في هذه المنطقة وتركيب الانترلوك. عملية ضبط المناسيب لأي عمل بلاط أساسات أسقف وخلافه في غاية الأهمية، لأنه التعديل الآن مجاني والتغيير.
أما إذا اكتشف الخطأ بعد التنفيذ لأي عمل أو خلال إذا تداركنا الموضوع بداية العمل ممكن التعديل في بعض الأعمال، لكن إذا انتهى الأمر ونفذ واكتشف وجود اختلاف بالمناسيب أو ميلان أو شيء مرتفع أو شيء منخفض وشيء نرغب في تعديله، فإن التعديل وقتها بيكون مكلف ماديا. بالأمس تحدثنا بشكل سريع ومختصر عن أهمية التعاقد من البداية مع المكاتب الهندسية المتخصصة والمحترفة في مجال العمارة. عندنا مشروع تعاقدنا لإكماله لمرحلة التشطيب، فقلت في نفسي إن شاء الله بكرة بغطي أو بتكلم عن أهمية التصميم من الموقع نفسه، وقتها بتكون الصورة جدا واضحة للجميع. التصميم المعماري مهم جدا جدا جدا، لأن بعض التصاميم قابلة للتعديل أو المعالجة والتطوير للأفضل، لكن ثمت مباني منفذة مرحلة الانكشاء العظم التعديل فيها شبه صعب، وربما الحل الوحيد هو الهدم والإزالة. طبعا القرار موجع ومؤلم ماديا ومن جميع النواحي، لكن أحيانا تضطر، وهذا في غاية الأهمية. اللي في غاية الأهمية ودائما نؤكد عليه، لا نقدم أو نقرر موضوع الهدم والإزالة إلا بعد استشارة المختصين في مجال العمارة وأيضا التصميم الداخلي والديكور. إذا فعلا وجدنا أنه لا يمكن معالجة المبنى فالهدم الشكوى لله. هذا المبنى عبارة عن قصر سكني، طبعا من ناحية الإنشائية البناء جدا قوي ولا يوجد أي ملاحظات إنشائية على الهيكل، لكن المشكلة الوحيدة هي في التصميم المعماري. طبعا احنا تولينا هذا المشروع على أنه نبدأ مرحلة التشطيب وإكمالها، لأنه منفذ في أحد أجزاء هذا القصر، الواجهات الخارجية جزء منها حجر، وأيضا بعض أعمال اللياسة ومجاري الهواء الدكت للتكييف، وشيء من نوافذ الألمنيوم لجزء من المبنى، وأيضا أحد أجزاء القصر نفذ له الجبس بالكامل للأسقف. توقف العمل لفترة بظروف لدى المالك، بعد ذلك قرروا الاستكمال، وأننا إحنا في للبناء فنون نواصل أعمال مرحلة التشطيب إلى السكن بإذن الله تعالى للقصر بشكل كامل مع جميع المرافق والملاحق والمباني الخارجية التابعة للمبنى الرئيسي. عند زيارة المشروع للمرة الأولى قبل توقيع العقد لتولي التنفيذ ما عجبني الموضوع، سواء التصميم والأسقف نازلة، كثرة الأعمدة بأعداد مهولة متقاربة بشكل كبير فمسببة زحمة، وهذا بيحد من عملية التطوير المعماري. الانطباع وانت متواجد داخل القصر لا يوحي لك نهائيا بأنك فعلا موجود داخل القصر. جدا التصميم لا يتناسب نهائيا مع حجم المبنى، وأيضا ما شاء الله تبارك الله مساحة الأرض، لذلك حاولت أني أناقش المالك بهالجزئية. المالك مباشرة قال فعلا إحنا عندنا مشكلة بالتصميم وكذا، لكن إحنا الآن شبه مقتنعين، وهذه مخططات التصميم الداخلي مع الفرش معتمدة، والمصمم الداخلي ما قصر، عمل لنا معالجات وتعديلات. لما اطلعت على التعديلات اللي عملها المصمم الداخلي أعتقد أنه من ينطبق عليه من زاد الطين بله. المالك كان متمسك بهذا التصميم، وقعنا العقد وبدينا بمباشرة الأعمال، تكسير بعض التكسيرات والإزالات للبدء بعمل التعديلات المعمارية وفقا للمخططات اللي عدها المصمم الداخلي. المالك خلال هالفترة يبدو أنه بدأ يشاور نفسه بأنه التصميم فعلا غير مناسب، فالمالك بدأ يطرح فكرة الإزالة والتعديل والتطوير لخاصة المرافق الخارجية وأيضا القصر الأساسي. الخطوة الأولى قلت للمالك بالدرجة الأولى لابد أنك تتوجه لأحد المتخصصين في مجال العمارة ويكون من المحترفين، شخص أو شخصين من المهندسين. رشحت له عدد من الأسماء من المكاتب الهندسية، و...
ولله الحمد كلهم من السعوديين، وهذا ليس قصورا بالأخوة الوافدين. الخطوة الأولى أخذ رأي المهندس المعماري أحدهم في أنه المبنى هل هو جيد ويمكن عمل تعديلات، أو أن التصميم سيء وفعلا لابد من إزالته. من الأمور الهامة اللي وضحتها للمالك وهذه في غاية الأهمية، أنه الآن المبنى منفذ لمرحلة الهيكل لإنشاء العظم. التكلفة المادية لمرحلة العظم، تكلفة مرحلة العظم المبلغ اللي دفع خلال مرحلة الهيكل لإنشاء العظم بيتم دفعه 3 إلى 4 أضعاف لمرحلة التشطيب. فمن الظلم أنه يكون عندي الأساس أنا ماني مقتنع فيه اللي هو الهيكل لإنشاء العظم، وأروح أخسر عليه 3 أو 4 أضعاف تكلفته في مرحلة التشطيب، وأنا بالأصل غير مقتنع نهائيا بتصميم الهيكل لإنشاء العظم. التصميم عندي سيء، فمن الظلم أني أروح أدفع عليه 3 أو 4 أضعاف تكلفته خلال مرحلة التشطيب. إذا ماني مقتنع لابد أني أتخذ القرار الصحيح وأستعين بعد الله سبحانه وتعالى بالمتخصصين في مجال العمارة لكي يرشدوني. فعلا المالك اجتمع مع أحد هذه المكاتب الهندسية المتميزة، وبعد ذلك أنا أرشدته لأحد القصور اللي قاموا بعمل التصميم المعماري لها. مجرد ما شاف هالقصر، كان منفذ مرحلة أعتقد الهيكل لإنشاء العظم منتهي، فلما شاف القصر اطلع عليه بعد العصر ورجع له من بكرة الصباح. اتصل بالمالك والرجل يعطيه ألف عافية، تشكر من ملاحظتنا على التصميم، وأيضا أثنى على المهندس المعماري صاحب المكتب الهندسي اللي راح. أيضا هذا المهندس المعماري قام بزيارة الموقع وأبدى الملاحظات، يعني فعلا في أمور لا يمكن تعديلها على حجم قصر. أنت تتكلم عن قصر وليس مبنى صغير. وقرر المالك إزالة المبنى، الشكوى لله وسأل سبحانه وتعالى أن يعوضه من واسع فضله. للأسف أنه بعض الأخطاء أو سوء التصميم المعماري لا يمكن معالجته إلا بالهدم. هناك بعض الحلول، لكن المالك لما يسمع المختصين في مجال العمارة والديكور يسمع آرائهم يقتنعون فعلا حتى هذه التعديلات لن تجدي كثيرا في عملية إصلاح ما أفسده التصميم المعماري بالأساس. لذا دائما أؤكد على الجميع يا جماعة الخير، احرصوا التصميم المعماري في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لذا دائما أنصح وأؤكد على الجميع بالحرص على البحث عن المكاتب الهندسية المتخصصة والمتميزة في مجال العمارة، وبإذن الله بتجدون الكثير منهم. أعتذر لكم على الإطالة، أمس تكلمنا واليوم تكلمنا عن أهمية التصميم المعماري والتعاقد مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، لكن يعلم الله أن الهدف هو نصحكم وإرشادكم أنتم بالدرجة الأولى للحد من النزيف والخسائر المادية، والتي للأسف عادة ما تكون في التصاميم المعمارية للمباني. كثير من أصحاب المباني خسروا عليها ومواقعها مميزة وخسروا فيها يعني بالتنفيذ بشكل عالي جدا، ولم يسكنوها بل اضطروا لبيعها، كله علشان التصميم لم يكن وفق تطلعاتهم، أو يوجد عيوب لا يمكن التغاضي عنها وقبولها. وهناك من يكون التصميم شبه سيء بدرجة كبيرة فيضطر الشكوى لله للهدم والإزالة. وردني العديد من الأسئلة والاستفسارات فيما يخص الموقع اللي عرضناه صباح هذا اليوم، واللي بيتم هدمه وإزالته بسبب سوء التصميم المعماري للمبنى، وأيضا استفسارات بخصوص الموضوع اللي طرحناه بالأمس، لأنه ذكرت أنه قصر مبني من 10 سنوات والحد الآن جالسين يشطبون فيه ولسه ما انتهى. للتوضيح، المبنى اللي بالأمس احتمال أنه ما يتم هدمه، ولو المالك قرر هدمه لأنه كان يبحث عن شيء مميز وشيء يعني الناس ما وصلوا له، ولو قرر المالك هدم هالمبنى فإنه بيهدمه لأنه أقل من توقعاته وطموحه، لأن الناس تجاوزوا، هو مبني من 10 ومصمم من 10 سنوات، الآن تجاوزوا الزمن. باختصار، لا إشكال إنه الواحد منا يبني بيته في مدة تصل إلى 10 سنوات، إذا كانت السيولة غير متوفرة بشكل كامل فالله المستعان. فهنا من الطبيعي إنه مجرد ما يتوفر عندي سيولة ومبلغ مادي رايح أباشر البناء وأقطع فيها وأنجز مرحلة جيدة، بعد ذلك بضطر أتوقف إلى أن تتوفر عندي سيولة مرة أخرى، وهكذا إلى أن يتم الانتهاء من تنفيذ المبنى بشكل كامل. المدة الزمنية الطبيعية لإنجاز المبنى من سنة تقريبا إلى سنة ونصف إلى سنتين كحد أقصى، لكن هذا يعتمد أيضا على السيولة المادية وتوفرها. ومن الطبيعي أنك تشاهد من حولك من يستغرق منه البناء 5 6 سنوات 7 إلى 8 سنوات، شكوى لله، لأنه ما معه سيولة تنجز له المبنى في مدة
طبيعية تصل إلى عامين كحد أقصى. باختصار نصيحتي لمن يقوم بالبناء بشكل جزئي، احرص على أنه المرحلة اللي بتبدأ فيها لابد أن السيولة تكون كافية لإنجاز هذه المرحلة، ومن الجيد إعداد خطة لتنفيذ الأعمال. الخطة لابد أنها تكون متوافقة تماما مع السيولة المادية اللي تكون مرصودة لإنجاز هذه المرحلة، خاصة في مرحلة العظم. العظم لا يمكن ولا ينصح نهائيا بالتوقف، خلاص حفرت الموقع لابد أن تكون الميزانية موجودة إلى أن يتم الانتهاء من مرحلة العظم بشكل كامل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما مرحلة التشطيب هي اللي ممكن أنه يتم تجزئة العمل فيها إلى عدة مراحل. أيضا من الأسئلة اليوم تحدثنا عن خزان المياه أنه يكون في الحوش، وردني سؤال هل بالإمكان وضع الخزان أسفل المبنى العمارة نفسها؟ يمكننا وضع خزان المياه تحت المبنى مباشرة، العمارة نفسها يكون تحتها الخزان، لا إشكال في ذلك، وهذا مشاهد في العديد من المباني، بشرط أنه يكون مدرج بالمخططات الإنشائية والمعمارية المعدة من قبل المكتب الهندسي الذي قام بإعداد هذه المخططات، وليس بتوصية من صديق أو قريب أو نصيحة من مقاول المشروع. أيوة مازن، شو منه ألوان؟ هذا في أحمر وفي كحلي وفي أخضر. أهنيك الكوب. صينية بعد. صينية وخرافية. أو الأخطأ في تحديد مواقع القواعد لا قدر الله شيء من القبيل، فإن الخطأ بيمتد إلى نهاية المبنى. لذلك دائما نؤكد على أهمية استلام الخنزيرة بعد الانتهاء من تحديد مواقع القواعد وبشكل دقيق. وإذا حضر المهندس الإنشائي لاستلام حديد التسليح للقواعد، فإنه من الأمور الهامة أيضا التأكد من مواقع القواعد أنها كل قاعدة في مكانها الصحيح، وأيضا اتجاهات الأعمدة وخلافه. طبعا هذا اذا ما في مهندس مقيم او متابع للمشروع من البدايه، ولا الاصل انه في هذه المرحله يستلم من المقاول قبل تحديد مواقع القواعد لاجل صبر النظافه، لان تعديل الخطا ان وجد لا قدر الله فسهل وميسر دون الحاجه للتعديل او التكسير او تكبد خسائر ماديه. من سوالف السابقين واحد يا عمر، فكل شوي يسال المقاول الخنزير ومتى تدقون الخنزير وهات الخنزير وود الخنزير. يوم جاهم قال وين الخنزير؟ قال هذه هي. قال ايه والناس مزعجين، كل من شافن ها ابو فلان دقيت الخنزيره دقيت الخنزيره، واخرتها كم مخشبه. انا حسب ان الخنزيره انه البيت قام عظم. فعلا دائما اللي يكون عنده نيه عماره او بناء فالناس يسالونه بشر دقيت الخنزيره، لانه اذا دقيت الخنزيره فمعناته انه هذه على ما يقول دقيت سلف وبديت تشتغل باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، تم الانتهاء من ردم الموقع بشكل كامل، والان تبقى بناء كرسي الميدة. للتوضيح قبل البدء ببناء كرسي الميدة، لابد من التأكيد وأهمية تنفيذ الرص والدك للدفان خلال كل مرحلة مع ضرورة ترطيبه بالمياه. الآن يتم ضبط المناسيب من قبل المبلط تمهيدا للبدء بتنفيذ بلاط الانترلوك للرصيف. طبعا البلدورة اللي هي مقدمة الرصيف هذه منفذة وفقا للمناسيب المعتمدة واللي تم رفعها قبل تركيب هذه البلدورة، لكن الآن ما يقوم به المبلط هو ضبط المناسيب بشكلها النهائي هان أساس فقط. بعد ذلك تم عمل الغسيل والجلي لأرضيات الموقع بشكل كامل. الرخام نفذ له المرحلة الأولى اللي هي عملية التخشين باستخدام الجلاية. عملية الجلي للرخام هي حف وجه الرخام من الأعلى باستخدام الجلاية ليصبح وجه الرخام من الأعلى جميعه بمستوى واحد. الآن بعد ما أنهينا عملية الجلي والغسيل للموقع بشكل كامل، يحضر الكهربائي ويقوم بتركيب الأغطية الخاصة بمفاتيح وفياش الكهرباء. للتوضيح الإضاءة الجدارية وأيضا الانترفون وكذلك مفاتيح الثيرموستات الخاصة بالتكييف لا يتم
هذه الأمور الثلاثة لا يتم تركيبها الآن نهائيا، بل يتم تركيبها لاحقا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران بشكل كامل، ومعها أيضا مكيفات الإسبلت الجداري. لا يتم تركيبها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران. الآن الموقع أصبح جاهز للسكن باستثناء الدهان النهائي للجدران. بتحضر الجهة القائمة بأعمال الدهانات وبيتم تنفيذ الدهان النهائي لجميع الجدران وفقا للعينات المعتمدة من قبل المالك، وبعدها يحضر مقاول الجلي ويقوم بعملية التلميع وهي المرحلة الأخيرة لأعمال الجلي للرخام. في حال وجود أرضيات من الخشب الباركيه فأيضا بعد الانتهاء من جلي الرخام وقبل السكن مباشرة يتم توريد وتركيب الباركيه للأرضيات، وكذلك ورق الجدران في حال وجوده فيتم تركيبه أيضا بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي للجدران. وقتها بإذن الله يكون البيت جاهز للسكن ومنزل مبارك بإذن الله تعالى وعقبال عندكم جميعا. فيما يخص الثريات، بعد الانتهاء من تنفيذ الدهان النهائي للأسقف يتم توريد وتركيب جميع الثريات. ما شاء الله في هذا المشروع مساحة المبنى ماخذة النسبة العظمى تقريبا من مساحة الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. اللهم اكتب لنا الجنة وكل ما نتمنى، يوم موفق ومبارك بإذن الله لنا وإياكم. ما شاء الله تم تنفيذ بلاط الانترلوك للرصيف، الانترلوك يعتبر احد المنتجات الاسمنتية، متوفر بعدة تصاميم واشكال وايضا الوان مختلفة. هنا على سبيل المثال الاحمر والاسمنتي والاصفر، يعتبر من الخيارات المثالية للأرصفة على مستوى المباني السكنية، كما يمكن استخدامه بالأحواش، لكن بالفلل السكنية أعتقد ما في إقبال أو رغبة فيه. لكن إذا عندنا مواقف باركينج مساحات كبيرة أعتقد أو مواقف خارجية فيعتبر من الخيارات المثالية، وهو مشاهد في الأماكن العامة. يمكن تثبيته باستخدام الخلطة الإسمنتية كما نشاهد، وهذا هو الأفضل في المساحات الضيقة. أما المساحات الواسعة فيتم تثبيته مباشرة على الرمل. عند الرغبة بتركيب الانترلوك للأرصفة والمساحات الواسعة باستخدام الرمل، فلا بد من تسوية الدفان بشكل جيد للأرضية وفرش رمل ودكه بالرصاصة بشكل مثالي. بعد ذلك يتم تركيب وصف بلاط الانترلوك وفقا للتصميم المعتمد مباشرة على الرمل بدون أي إضافة مثل خلطة اسمنتية وخلافه. اليوم رافقتني شهد، خلصت المدرسة بدري وقال ضروري أمر معك لو مشروع واحد. في هذا المشروع تم الانتهاء بشكل كامل من الدهانات النهائية لجميع الأسقف وأيضا تحضير الجدران، وذلك بعمل الصنفرة هذه المباني مرتين في الأسبوع بشكل منتظم بإذن الله تعالى. لكن لا قدر الله قد يحدث هناك عطل في أحد توصيلات المياه بالحي أو في المدينة، لا قدر الله، هذا الأمر مستبعد بحول الله وقوته، نظير الجهود التي تبذلها كافة القطاعات في وطننا الغالي، لأنه كما تشاهدون في حال حدوث عطل ولله الحمد في الخطوط الرئيسية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو الشركة الوطنية للمياه، فإنه ولله الحمد يتم إصلاح هذا الخلل دون أن نشعر بأي انقطاع للمياه. لذا دائما أعتقد أنه من التعليمات الصادرة من الأمانة ولتكون مطبوعة على المخططات الرئيسية للمبنى المعتمدة أنه حجم خزان المياه يكفي لسكان المبنى لمدة لا تقل عن أسبوعين. هذا ولاعة يجي مزبوط، يعني أحسن من ماكينة حراري. يقوم بعمل تلحيمات لمواسير حراري باستخدام الولاعة، ما عنده ماكينة تلحيم حراري. طبعا هذه الخنزيرة وهي إطار خشب يقوم المقاول بتنفيذه على محيط المبنى من أربع جهات، بعد ذلك يقوم بتثبيت الخيوط وفقا للنقاط والإكسات الموجودة على المخطط. باختصار الخنزيرة هي ترجمة فعلية للمخططات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل دقيق. هذه الخطوط والنقاط تكون بشكل طولي وعرضي
أي خطوط متقاطعة، بموجبه يقوم المقاول بتحديد مواقع القواعد والأعمدة، يعني هي اللبنة الأولى للبناء بشكل صحيح بإذن الله تعالى. إذا المقرب مساحة الأحواش محدودة جدا، الخزان بيكون في منطقة الحوش، ومع أن مساحة الحوش صغيرة فالخزان جاء تصميمه بشكل حرف L في الزاوية كما نشاهد الآن. مساحة الخزان الطول والعرض بتكون شوي صغيرة، وبيتم تعويض صغر مساحة الخزان بزيادة العمق إلى 4.5 متر، وبهذا الإجراء نضمن توفر كمية كبيرة من المياه وزيادة السعة التخزينية للخزان، وهذا يعتبر هو الإجراء المثالي في الأراضي والوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، لأن حجم الخزان مهم جدا. طبعا هذا المشروع ما شاء الله تبارك الله عبارة عن عدد من الوحدات السكنية الخاصة، وثامر الله يهديه ورطنا عطانا المشاريع اللي بالمنتصف للتوضيح، هذا المشروع وهذا المشروع ما هي تبعنا فقط، احنا مسؤولين عن المنطقة اللي بالمنتصف، ايضا هذا تابع لنفس المشاريع اللي من شوي. وتم حفر الخزان على شكل حرف L وفقا للتصميم المعتمد، مع زيادة عمق الحفر للخزان ليصبح صافي تقريبا حوالي 4.5 متر، لانه المبنى مغطي ما شاء الله مساحة كبيرة من الارض، وبهذا الاجراء نسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه داخل خزانات المياه. دائما خزان المياه لابد ان يكون حجمه يتناسب مع حجم المبنى وطبيعة استخدامه وعدد السكان المتواجدين فيه حاليا ومستقبلا، ودائما ينصح ان المياه او حجم الخزان يكفي لاستخدام المبنى وساكنيه لمدة لا تقل عن 2 أسبوع. المياه القادمة من شركة المياه الوطنية والتي تقوم بتغذية جميع المباني بالمملكة تغذي